بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، الفضل العظيم، الفضل العظيم جدا جدا بصلاة التسبيح في يوم الجمعة. روى الإمام حسام الدين المتقي الهندي في كتابه العظيم كنز الأمام، والإمام الدارمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة في يوم الجمعة أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة في يوم الجمعة أو ركعتان في يوم الجمعة أفضل من 1000 ركعة. الحديث ده معناه إيه؟ معناه ان انت اي عمل بتعمله يوم الجمعه، سواء ذكر او صلاه او صدقه، بيتضاعف ثوابها اكتر من 1000 ضعف بلا مبالغه. يوم الجمعه هو ليله القدر الاسبوعيه، لانه وفي حديث تاني صحيح لابو داود انه افضل من عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد الاضحى ده افضل ايام العشر الاول من ذي الحجه، بعد يوم اللي هو بعد يوم عرفه. برضه انس بن مالك قال ان الثواب بيتضاعف 1000 ضعف في ايام العشر الاول من ذي الحجه الا يوم عرفه 10000 ضعف. وكل الاحاديث دي بتقوي بعض وتصحح بعض. فهذا الحديث رواه الامام الديلمي ورواه ايضا طيب. في عمل عظيم جدا لو عملناه يوم الجمعه تحصل ثواب بلا مبالغه يصل الى 1,000,000 حجه، 1,000,000 غزوه في سبيل الله. يكون طريقك الى الفردوس الاعلى بالجنه، من الجنه. أولا صلاة التسبيح صحح حديثها أكثر من 100 عالم، 100 عالم، وفي في ناس كتبوا فيها كتب. عشان إياكم أن تستمعوا لمن يضاعف يعني ينكر هذه السنة العظيمة. جمهور العلماء على تصحيح وتحسين الحديث. طيب، صلاة التسبيح صباح عظيم جدا يوم الجمعة. ليه؟ في حديث صححه بعض العلماء وحديث حسنه بعض العلماء من حديث ام هانئ قالت له: رسول الله كبرت وضعفت فدلني على عمل اعمله وانا جالسه. قال لها: سبحي لله 100 تسبيحه فهي تعدل لك 100 حجه في سبيل الله، واحمدي الله 100 تحميده فهي تعدل لك كانك حملت على 100 فرس ملجمه تغزي في سبيل الله، وكانك غزوت 100 غزوه في سبيل الله، وكبري لله 100 تكبيره فتعدل تصدق ب100 بدنة الى اخر الحديث. الحديث ده في حديث تاني ان اللي يسبح 100 تسبيحه صباحا ومساء ياخد ثواب 100 حجه. يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى 100 مره صباحا و100 مره مساء، ويكبر 100 مره صباحا و100 مره مساء، ويهلل يقول لا اله الا الله 100 مره صباحا و100 مره مساء، له ثواب 100 حجه و100 غزو و100 غزوه و100 وكانه غزا 100 غزوه في سبيل الله، وكانه تصدق ب100 بدنة. الكلام ده وانت قاعد. لو انت بتصلي، لو انت على الوضوء الثواب بيزيد، لو انت بتصلي الثواب بيزيد ويتضاعف. اضرب الكلام ده كله بقى في اكتر من 1000 يوم الجمعه. هنحسب، تعالى نحسب مع بعض. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال: احتسب على الله ان الحرف في القران ب10 حسنات من غير وضوء، ولو انا على وضوء ب25 حسنه، ولو انا بصلي قاعد ب50 حسنه، ولو انا بصلي واقف ب100 حسنه. يبقى التسبيح وانت بتصلي يتضاعف 10 اضعاف ثوابه. طب اضرب الكلام ده كله في 1000. طب اذا كان واحنا قاعدين، لو احنا سبحنا 400 تسبيحه صباحا 400 تسبيحه مساء، بناخد ثواب 100 غزوه و100 حجه و100. طب صلاه التسبيح فيها 1500 غزوه، يبقى اضرب في 2 200 و200 و200 200 غزوه و200 حجه. اضرب الكلام ده في 10، يعني الثواب يتضاعف في الصلاه العاديه، في الصلاه في يوم عادي يبقى 2000. طب اضرب الثواب ده في يوم الجمعه في اكتر من 1000، 200,000. ده انت بتسبح 1500، مش بتسبح 800 بس. يبقى شوف الثواب العظيم، يبقى هيصل الثواب الى 1,000,000 غزوه و 1,000,000 حجه في صلاه التسبيح. صلاه التسبيح تصلي كيف تصلي؟ بتقرا الفاتحه وتقرا القران، وبعدين بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله 15 مره، بعدين تركع طول 10 مرات، ترفع من الركوع طول 10 مرات، تسجد طول 10 مرات، ترفع من السجود طول 10 مرات، تسجد تاني طول 10 مرات، ترفع من السجود ما تقومش تفضل قاعد طول 10 مرات، يبقى كده 75 تسبيحه. كل واحده منهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، تكرر ده في ال4 ركعات، يبقى 300 تسبيحه كل واحده منهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اضرب الكلام ده يبقى 1500 تسبيحه. 1500 تسبيحه ده وانا قاعد باخد، هيبقى اكتر من 200. ده وانا بصلي وبصلي وبتوضى يبقى اضرب 2000 وانا بصلي
طب في 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 يوم في الحج الثواب ده بيضاعف اكتر من 1000 ضعف، يبقى الثواب هيوصل لقد ايه؟ هيوصل لقد ايه؟ مئات الالوف من الغزوات، مئات الالوف من الحج، وتكون من الذاكرين الله كثيرا من الغزوات، وتدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. قال جاء في بعض الاثار اللي بيصليها ولا مره واحده تدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. يبقى انت لو وظبت عليها كل جمعه الثواب هيكون ازاي؟ لسه قايلين ان الثواب اي عمل صالح بيتضاعف يوم الجمعه اكتر. اذا محروم اللي يعرف الكلام ده وما يعملوش، محروم الثواب العظيم. ذلك انا واظب على صلاه التسبيح في كل يوم الجمعه، واقسم من الصدقات في يوم الجمعه، طبعا غير التبكيل لصلاه الجمعه زي ما قلت لكم قبل كده، بتاخد بكل خطوه. لو انت صليت في ابعد جامع بس تروح في اول ساعه بعد صلاه الفجر، كل خطوه قيام سنه وصيامها، يعني لو مشيت 1000 خطوه سنه، مشيت 1000 خطوه رايح 1000 خطوه جاي، يبقى كانك عشت 2000 سنه، قمت الليل قمت النهار. كرر الكلام ده كل اسبوع في شهر، يبقى 8000 في السنه، 80000 في 10 سنين، ملايين. تلقى الله سبحانه وتعالى معاك ملايين السنين من العباده، من القيام والصيام. قول قولي هذا، استغفر الله، يا ريت نصلي نعظم على صلاه التسبيح في كل يوم جمعه. قول قولي هذا، استغفر الله.